بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، ولا حول ولا قوة إلا بالعلي العظيم. الحمد لله، يسر الله تعالى أن تبتدئ فاس باستعادة عافيتها العلمية لاستئناف مسيرتها التاريخية من جديد، وهي بفضل الله عز وجل بدأت تتحول إلى قبلة علمية بالتدريج. نحن الآن في المؤتمر الثالث العالمي الثالث للباحثين في السيرة النبوية، موضوعه السيرة النبوية الكاملة الشاملة. هو مشروع طموح جدا، بحيث الأمة بكاملها محتاجة إليه، لأنه سيجمع كل ما له صلة بالسيرة. القرآن الكريم كله إن شاء الله تعالى سيدخل ضمن هذه السيرة مرتبا، مع بحسب وقت نزوله، من وقت بداية نزوله من اقرأ باسم ربك إلى آخر نزول واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ثم كذلك جميع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها طبعا قيلت في هذه الفترة، أيضا فترة السيرة النبوية في نفس المدة، فكلها ستدخل أيضا في هذه السيرة. هذا الشكل من أشكال السيرة لم يسبق، وسيكون الآن بصورة في جودة عالية، قيمة كبيرة جدا، لأنها تتضمن الوحي كله زائد ما يمكن ما له صلة بذلك في كتب التراث بصفة عامة، سواء في كتب السيرة أو في كتب التاريخ أو في كتب شروح الحديث أو تفسير أو كتب التفسير إلى غير ذلك. فهذا الأمر مهم جدا، خصوصا إذا وضعنا في حسابنا أن الأمة بصفة عامة اهتمت بجمع القرآن الكريم من الألواح والعصوب وجرائد جريد النخل وكذا وكذا، وجمعت في صحف ووضعت عند حفصة زمن أبي بكر رضي الله عنه، ثم جمع المسلمون جميعا على حرف قريش في عهد عثمان رضي الله عنه، عثمان بن عفان. بعد انتهى تقريبا رتب كتب المصحف الإمام وزع الأمصار، وانتهى ما يتعلق بكتاب الله تعالى. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أيضا أمر بجمعها ونشرها بين الناس في المساجد، وابتدأ الجمع رسميا، واستغرق القرن الثاني بكامله بعد ذلك، وشيء ومنتصف القرن الثالث، في منتصف القرن الثالث الهجري غرب إلى الحديث أيضا، وصنف ظهر الصحيح المتفق عليه، الصحيح البخاري، صحيح مسلم، كذا كذا كذا، جميع مستويات. لكن السيرة النبوية لم تشهد عملا يعني ينتظم علماء الأمة بصفة عامة تسهم فيه بشكل جماعي تقريبا لتحسم فيه بالنسبة لنص السيرة النبوية. نحن الآن أمام هذا التحدي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيه، وأن يكتب الفتح لهذه المدينة المباركة، أن تشهد هذا الخير العظيم، ميلاد هذا الخير العظيم، وتمام هذه النعمة إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.